استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية معالي الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ورحب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بمعالي الدكتور وليد الصمعاني وبزيارته إلى مملكة البحرين التي تؤكد مدى عمق ورسوخ العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تحظى به من عناية كبيرة وأولوية خاصة من قبل قيادتي البلدين الحكيمتين للمضي بمختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل المشترك لآفاق أرحب على المستويات كافة بما يعزز من مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بما يشهده القطاع العدلي والحقوقي في المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدم وتطور يعكس مكانتها والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها. من جانبه أعرب معالي الدكتور وليد الصمعاني عن شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وتقديره واعتزازه لما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوية وثيقة وما تشهده دوما من تقدم مستمر في كافة مجالات العمل المشترك.